النهارده جاي تقف ليه؟ قول لي شعورك، قول لي انت عايز تقول ايه، رسالتك للمستشار مرتضى. والله انا شايف النادي بيمر بمرحله صعبه جدا، ويا رب باذن الله احنا مع المستشار ومع الاداريين والمدربين والموظفين والعمال والامن كلهم ورا المستشار مرتضى منصور عشان خاطر يجيب حقنا بقلب النادي ويجيب مستحقاتنا، ويا رب باذن الله يا رب احنا كلنا معاه في اي حاجه هو بيعملها عشان خاطر النادي. نظره لنادي الزمالك، لان المشكله دي طبعا مشكله كبيره جدا، والناس دي يمكن واقفه حبا لنادي الزمالك، مش واقفه يعني اللي هي لا، بتدي رساله بطريقه جميله ان نادي الزمالك في مشكله، ولازم الدوله تبص، ولازم كدكتور اشرف صبحي كراجل مسؤول في الدوله في قطاع الرياضه ومسؤول عن الرياضه المصريه لازم يكون ليه نظره. انا عارف ان الدكتور اشرف راجل محترم جدا، فنتمنى الاستجابه السريعه. استاذ محمد، واضح ان انت زعلان من اللي بيحصل، طبعا الحجز على ارصده النادي في مشكله بالنسبه لك؟ اكيد اكيد طبعا، ويعني احنا مع المستشار مرتضى منصور في اي حاجه، واحنا متحملين برضو الفتره اللي فاتت دي الازمه اللي هي بتاعت الرواتب والكلام ده، واحنا في ظهره في اي حاجه زي ما قال الكابتن احمد العطار. هو بصراحة اللي دعم النادي وبقى اللي جواك عايز تقول ايه؟ قال خلى النادي يبقى حاجة تانية. تمام، انا ابن النادي يعني، كنت بلعب هنا في النادي، كنت بلعب في الترسانة، فالنادي ما كانش بالمنظر ده خالص يعني بصراحة، يعني في عصره النادي اتحول. رسالتك للمستشار مرتضى؟ رسالتي اللي هو احنا معاك وواقفين في ظهرك. رسالتك للمستشار مرتضى؟ بنقول له ربنا يكون في عونك مع نادي الزمالك واللي حياتك بتعمله من انشاءات، وبصراحه موفر جميع الالعاب، كل الاجهزه وكل الحاجات اللي هم بيطلبوها، واحنا بنقول له بدردك في ظل الظروف اللي هو فيها دي، احنا مع حضرتك ووراك في اي مكان. بقول كلمه واحده بس لسياده المستشار، بقول له ربنا يقويك، ربنا يقويك على اللي انت فيه والله، اللي احنا بنشوفه كل يوم والتاني دوت، والله مش عارفين نقول له ايه بصراحه يعني. واحنا مش قطاع التنس، احنا تنس كلعبه رياضيه ضمن الانشطه الرياضيه كجهاز، وانا المستشار اللجنه النقابيه كمان، العمال والموظفين دول غلابه، الناس عليها ديون وعليها فلوس وعليها عندهم مدارس، فحرام ده الشهر الثالث او الرابع اللي المستشار كتر خيره يشكر اللي هو بيوفر المرتبات للعمال والموظفين، بس حرام يعني اللي بيحصل في نادي الزمالك ده مش حرب على مستشار مرتضى، ده حرب على نادي الزمالك. احنا بنناشد المسؤولين كل يوم في القناه. النهارده انت شايف المنظر، كل العمال وكل الموظفين والرياضيين موجودين، احنا كلنا مدرسه الكوره كلها موجوده، الناس متضرره من موضوع الحجز ده، وما بيقبضوش يعني، ودول مدربين وفاتحين بيوت وكده فاهمني، واحنا كمان نفس الكلام يعني، القصه مش هتقف على حد، لكن هي رساله، الوقفه دي رساله للمسؤولين ان نادي الزمالك كل الناس اللي شغالين فيه بيتضرروا من عمليه الحجز. لا انا ما عندي عمال شغاله بتاخد 2000 جنيه و3000 جنيه، وناس مش يعني في ناس مش قادره تيجي، قادره تيجي من بيوتها، معهاش فلوس، وبعدين بنقدر نساعد، بس هنساعد لامتى؟ يعني الواحد يساعد واحد اثنين ثلاثه، مش يساعد النادي كله، فلازم يبقى في حل للموضوع دوت عشان الناس دي عايزه تقبض، الناس الغلابه دي عايزه تقبض، لازم يبقى في حل. موظفين وعمال وكله والاجهزه الرياضيه كلها، ومطلوب من الاجهزه الرياضيه تحقيق انتصارات. طب الواحد ما بيقدرش، الاولاد في مدربين ما بيقدروش يجوا، بيقول لك عشان معيش فلوس اجي، تمام؟ يعني هتقدر تعمل له ايه؟ وليه حق يعني؟ الوقفه دي كانت لازم من زمان، وكان من بدري قوي، لان الوضع يسوء وضع يوم عن يوم يعني. سياده المستشار يعني اتنبع صوته يعني، احنا المفروض لازم نقف كده ونسمع صوتنا للمسؤولين، ونسمع صوتنا للسيد ممدوح عباس، لو ليك فلوس هتاخدها، لو ليك هتدفعها، طب لو مالكش فلوس هتعمل ايه في الوضع اللي احنا فيه دوت، والاربع خمس اشهر اللي احنا متعطلين فيه دول، يعني لازم يتحاسب الراجل دوت على الوقفه ديت كمان. احنا مرينا بالظروف دي قبل كده في عصر الاستاذ ممدوح عباس، واحنا لحد دلوقتي لينا 22 شهر ما خدناهمش من ايام الاستاذ ممدوح عباس، من ايام الاستاذ ممدوح عباس، وكان ظروفنا وحشه جدا كنادي. احنا ابتدينا نشم نفسنا من بعد 2014، وابتدى النادي ينصلح حاله، وابتدينا ايه ننجز بطولات ونطلع ناشئين للفرق الكبيره، بس احنا دلوقتي بنمر بظروف حرجه جدا، وكده احنا صعب جدا علينا الايام الجايه في ظل الحجز ده ان احنا نحقق انجازات. والله احنا في ازمه كبيره، النادي في ازمه كبيره، المدربين والاجهزه الفنيه كلها،
في الرواتب بتاعتهم، واحنا بنناشد معالي الوزير والحكومه انها تقف في ظهر نادي الزمالك وفي ظهر المستشار مرتضى منصور اللي هو دايما عايز النادي يرتقي ويعلو وبيبذل كل جهده علشان الحاجات دي، وبس عايز مساعده. فاحنا بنناشد الوزاره وبنناشد رئيس الوزراء ان هم يساعدوا معالي المستشار علشان المركب تمشي في نادي الزمالك، لان الناس دلوقتي تعبانه جدا، ده خامس شهر ما ياخدوش مرتباتهم. انا اكيد مستاء جدا لان انا بقالي خمس شهور ما بقبضش فعلا، ومع المستشار في اي حاجه يقدر يعملها، واحنا كلنا واقفين في صفه واقفين في ظهره بنسنده في كل وقت وفي كل موقف هو بيعمله احنا بنناشده، يفضل واقف صلب متماسك وراه، ونكلم برضو سياده الوزير يقف معانا ويقف ضد ممدوح عباس اللي بيعمله في النادي، وربنا المستعان مع المستشار ان شاء الله، وربنا يسهل باذن الله والامور ترجع لطبيعتها باذن الله. احنا كشباب يعني في اللي داخل الجيش، في اللي بيحاول يكون نفسه، في اللي حاطط هدف، في لحد مثلا عايز يعمل كورسات يزود في دراساته عشان خاطر يفيد النادي، واحنا اولاد النادي اصلا، احنا كنا بنلعب في النادي، فاحنا ده جديد علينا، احنا طول عمرنا عارفين النادي واللي بيحصل فيه والالتزام. مره واحده كده اربع شهور مفيش مرتبات للمدربين بسبب مشاكل اللي بتحصل، عايزين يوقعوا النادي، فدي احنا في ظهر مرتضى باذن الله سياده المستشار، وربنا يكرمنا باذن الله في اللي جاي. بقول حرام والله اللي بيحصل في نادي الزمالك ده، احنا الناس كل المسؤولين في الدوله ان العمال دي ما ذنبهمش حاجه، المستشار مرتضى منصور بيعمل اللي عليه وزياده، والراجل ده والله كتر الف خيره وهيظل هو الرئيس التاريخي لنادي الزمالك. مرتضى منصور هو نمبر 1 من نادي الزمالك، مرتضى منصور هيظل الرئيس التاريخي النادي. اللي عايز تقوله لممدوح عباس، بنقول لممدوح عباس اتقي الله، ها الموظفين الغلابه دول محتاجين مصاريف لدروسهم وعيالهم وراهم مسؤوليات، فاحنا بنقول لك اتقي الله في نادي الزمالك وحرام عليك. حتى البطوله الوحيده اللي انت خدتها لنادي الزمالك كاس مصر، كان المستشار مرتضى هو اللي جايب عمرو زكي واسامه حسن وهم اللي جابوها. انا بناشد الوزير وبناشد كل من هو مسؤول على ان الناس الافراد الموظفين بتوع نادي الزمالك لهم مسؤوليات ولهم ما قبضوش لغايه دلوقتي، والمستشار قبض الناس دي 3 اشهر واتصرف قبضهم، هيجيب منين؟ وجميع فلوس النادي كلها محجوز عليها، محجوز عليها من مين؟ اولا دلوقتي الاستاذ ممدوح عباس انت لو انت مكاننا هتعمل انت ايه؟ والناس دي عندها التزامات، انت المفروض حضرتك انت تكون عندك يعني تبص للناس دي، الناس الغلابه دي تبص لها انت وتحاول ان انت تشوف حل وتحل الموضوع ده، انت لو انت زملكاوي فعلا، انما انت اصلا مش زملكاوي.